طلبت أولى إعدادي ريب 1 جريد 7 هنكمل ليسون 9 فاكتورايزيشن باي ايدنتيفيكيشن ذا هايست كومن فاكتور HCF تحليل باستخدام العامل المشترك الأعلى. يعني ايه فاكتورايزيشن؟ فاكتورايزيشن اوف اني نمبر از ترايد ايت از ا برودكت اوف تو فاكتور، بتحلل الرقم لحاصل ضرب رقمين او اقصر. اكزامبل عشان الكلام ده عشان يبقى واضح. 24 كان فاكتورايزيشن از بتحلل كالاتي: 24 equal 12 times 2 equal 3 times 8 equal 6 times 4 و equal 3 times 2 times 2 times 2 و 24 برضو 24 دي equal 24 times 1. يبقى دي all this number is divisible by 24. يعني 24 is divisible by all this number. وكذلك 36 بيساوي 3 في 12 و 6 في 6 و 18 في 2 و 2 في 2 في 3 في 3 و 36 بيساوي 4 في 9 في 4 و 36 برضو بيساوي 36 في 1. الكومن فاكتور بين ال 24 و 36 هي الأرقام دي. وال 24 is divisible by 1 is divisible by 1 is divisible by 2 ال 24 is divisible by 2 3 is divisible by 24 is divisible by 3 is divisible by 3 is divisible by 4 is divisible by 4 is divisible by 6 is divisible by 6 is divisible by 12 is divisible by 12 وكذلك 36. يبقى all this number is the 24 و 36 is divisible by them. بس اعلى رقم فيهم مين؟ هي ال 12. يبقى ال 12 ده ال highest common factor. اللي احنا خدناه ده factorization by number. نفس ال factorization by number ده بيتطبق by factorization by term اللي هي symbol. نفس الكلام على سبيل المثال ال 4x بتساوي 4 في x وال 4x برضه بتساوي 2 times 2 times x وال 6x squared بتساوي 6 في x في x وكذلك ال 6x squared 6 دي بتساوي 2 في 3 يبقى 2 في 3 في x في x. common factor بين الاتنين ايه؟ 2 و x. يعني ال 4x is divisible by 2 is divisible by x و6x squared برضو divisible by 2 is divisible by x. يبقى ال highest common factor ايه؟ بتساوي 2x. ال highest common factor في السيمبل بناخد ال common factor اللي يبقى ان الرقمين دول او الاكثر من رقمين او اكثر من ترم بيقبلوا الاسم عليه. يعني ال 2x ال 4x is divisible by 2x وال 6x squared is divisible by 2x. يبقى ده ال highest common factor في حالة الترم. بتختار الرقمين او الرقم اللي يقبل الاسم على الاتنين. هناخد اكزامبل 6x squared y ناقص x 8xy 4xyz. ال highest common factor كام؟ 2x. يعني الترم الاولاني ده is divisible by الرقم ده والترم التاني ده is divisible by الرقم ده والترم التالت ده is divisible by الرقم ده. يعني كل ترم من دول is divisible by الرقم ده. يبقى ده ال highest common factor. وما تنساش ان الستة بتساوي 2 في 3 والتمانية بتساوي 2 في 4 والاربعة بتساوي 2 في 2. هناخد example factorize
each of the following by identifying the highest common factor. تحليل استخدام العام مشترك الأعلى. الأربع مسائل هما أول مسألة، تاني مسألة، تالت مسألة، رابع مسألة. أول مسألة 5e plus 15b highest common factor 5، هيبقى حط ال 5 open bracket 5a divided by 5 هيبقى a، 15b divided by 5 3b. السؤال اللي بعدها the highest common factor كام؟ 2x. 10xy divided by 2x هيتبقى 10 divided by 2 5 x، هتروح مع ال x هيتبقى ال y يبقى 5y. 8xz divided by 2x 8 على 2 في 4 ال x، هتروح مع ال x هيتبقى z. 12x squared minus 4xy ال highest common factor كام؟ 4x، يبقى 4x open bracket 12x squared divided by 4x هيتبقى 3x minus 4xy divided by 4x هيتبقى minus y. مسأل بعد كده 21 a to power 3 b to power 2 minus 7a squared b squared minus 35a squared b to power 3. الكومن فاكتور هنا كام؟ 7. وفي الـ A أكبر أقل A فينهم كام؟ A squared. أقل B كام؟ B squared. أقل B squared يبقى دي الـ highest common factor. تحط الـ highest common factor open bracket divide أول ترم 21 A تكعيب B تربيع على 7A squared B squared هيتبقى 3A. تاني ترم divided by the highest common factor هو هيتبقى minus 1. 35 a squared b to power 3 divided by 7a squared b squared هيبقى minus 5b. Example: factorize each of the following by identifying the highest common factor. تحليل باستخدام العامل المشترك الأعلى. دي أول مسألة ودي تاني مسألة. أول مسألة واضح إن الـ x ناقص y هي الكومن، يبقى الـ highest common factor x ناقص y. هنحط الـ highest common factor open bracket الترم الأولاني divided by highest common factor الـ x ناقص y، هتروح مع الـ x ناقص y هيتبقى x زائد 3 y. الترم التاني 2 x في x ناقص y على ال x ناقص y، ال x ناقص y هتروح مع ال x ناقص y هيتبقى 2x. x plus x 3x هيبقى x ناقص y تحطها 3x زائد 3 y هيبقى x ناقص y تحطها 3x زائد 3 y هتحط تاخد 3 عامل مشترك هيبقى x زائد y، يبقى 3x ناقص y في x زائد y. الترم التاني واضح ان هي سي دي ودي سي هي الكومن فاكتور، بس فارق في الاشاره. فارق في الاشاره هنظبط دي ناقص سي بحيث يبقى عسويد سي ناقص دي، هنقلب الطرفين يبقى ناقص سي زائد دي، هناخد ماينس عام مشترك هيبقى سي ناقص دي، هيبقى هي بتساوي سي ناقص دي الهايست كومن فاكتور. يبقى هنقلب الإشارة هنا بس، هيبقى 3A في C ناقص D، هنقلب زائد الترم 4B D ناقص C. الترم الأولاني ينزل زي ما هو. الترم التاني هنبدل D مع ماينس C مع تغيير إشارة، هتبقى ماينس 4B C ناقص D. الكومن فاكتور هنا الهايست كومن فاكتور C ماينس D أهو، open bracket الترم الاولاني divided by السي دي هتروح مع سي ناقص دي هتبقى التلاتة ايه. الترم التاني سي ماينس دي هتروح مع سي ماينس دي هتبقى الماينس 4b، يبقى ده مثال، يبقى سي ناقص دي في 3a ماينس 3.
آخر مثال، مثال عددي using factorization by identification the highest common factor the following the result. التحليل باستخدام عامل المشترك الأعلى، دي أول مسألة. وواضح إن الكومن فاكتور هنا الفيفتي سيفن، هنحط الفيفتي سيفن هندفايد أول ترم عليها هيتبقى التلاتة وأربعين، هندفايد التاني ترم ده عليها هيتبقى التلاتة وتلاتين، هيبقى الفيفتي سيفن تايمز 43 minus 33 10 هيبقى 57 times 10 يساوي 520. تاني مسألة، واضح ان ال highest common factor 153 هناخده، وده هو ال high common factor هنحطه، هنديفايد 153 squared هيتبقى 153 ناقص 153 تايمز 53، ال 153 هتروح مع 153 هيتبقى ال 53، هيبقى ايكوال 153 تايمز 100، 153 تايم 100 بتساوي 15300.